سيناتور ريد، أريد فقط أن تعرف أن تركيزنا خلال عطلة نهاية الأسبوع كان للردع. التقارير لا تحتمل التأجيل. رأينا المعلومات المخابراتية، لذا أرسلنا بعض الرسائل للتأكد من أنه من الواضح لإيران أننا أدركنا التهديد وأننا مؤهلون للرد عليه. على الكونغرس الآن هو تسريع حركة لينكولن وفريق المهام القتالية حتى لا يكون هناك أي غموض بشأن استعدادنا للرد على أي تهديد ضد شعبنا أو لشركائنا في المنطقة.